تلاميذ مؤسسة فيثاغورس بالنسبة للمستوى أولى البكالوريا، وبعدين قمت بتصحيح التمارين أو تصحيح الفرد. عطيتكم تمارين، عطيتكم 3 تمارين ولكن ممكن نصححهم ب4. نبدأ بتصحيح التمرين الأول. أول شيء قال لي أحسب المشتقات الدواء التالي. دونك هذه ديال قاعدة الحل الحدودية، مشتقة عادي، مشتقة ديال إف بريم دو إكس تساوي، أنا نربطها 3 شغل ندير 3 جذر 3 إكس أس 2. نفس الشيء غنهبط هاد أس 2 وغندير ناقص 5 على 2، هاد أس 2 نهبطها اللي في 2 إكس أس 1 زائد مشتقة ديال 11 إكس هي 11 ناقص مشتقة ديال 13 هي 0. دونك تبقى لي 3 جذر 3 إكس أس 2، تمشي 2 مع 2 تبقى لي ناقص 5 إكس زائد 11. دونك هادي هي المشتقة ديال الدالة الأولى. دونك دابا غادي ندوزو للمشتقة ديال الدالة الثانية. بطبيعة الحال الدالة الثانية عندي فيها جذر دالة ثانية اللي هي اف في جي. اف في جي بريم كتساوي اف بريم في جي زائد جي بريم في اف. مازال ها اف ها جي. دونك اف بريم دو اكس غتساوي اكس اس 2 زائد 4 اكس بريم جذر اكس زائد جذر اكس بريم عامل اكس اس 2 زائد 4 اكس. دونك مشتقه ديال اكس اس 2 اللي هي 2 اكس، مشتقه ديال 4 اكس هي 4 جذر x زائد المشتقة ديال جذر x اللي هي 1 على 2 جذر x عامل لي x أس 2 زائد 4 x. المهم بغيت نزيد نبسط هذا التعبير، غادي ننشر مثلا، غتعطيني مثلا 2 x جذر x زائد 4 جذر x، وهون غادي نحط هذا الشيء في كسر 1 اللي هو 2 جذر x x أس 2 زائد 4 اكس. ممكن نحط كل شيء في مقام واحد او في كسر واحد اللي هو 2 جذر اكس. دونك نضرب 2 اكس جذر اكس في جذر اكس. دونك جذر اكس في جذر اكس هي اكس في اكس، اكس اس 2 2 في 2 اللي هي 4، 4 اكس اس 2 4 في 2 8 جذر اكس في جذر اكس اللي هي اكس زائد اكس اس 2 زائد 4 اكس. دونك تبسيط في الاخر 4 اكس زائد اكس اس 2 اللي هي 5 اكس اس 2 8 اكس زائد 4 اكس اللي هي 12 اكس على 2 جذر اكس. هذا هو المشتقة ديال الدالة الأولى. ثاني شيء عندنا اف دو اكس كتساوي هاد التعبير هذا اللي هي الدالة الجذرية. عندنا جذر اف المشتقة ديالها هي اف بريم على 2 جذر اف. مزيان. دونك شنو اف عندي؟ شنو هي اف؟ راه هي هاد الشيء اللي عندي وسط الجذر، أو هاد الشيء اللي غنشتقو اللي غنديرو في البسط. دونك اف بريم دو اكس تساوي هاد الشيء اللي وسط الجذر غندير له بريم اللي هو 2 اكس اس 2 ناقص 3 اكس ناقص 5 بريم على 2 جذر 2 اكس اس 2 ناقص 3 اكس ناقص 5. دونك المشتقة ديال 2 اكس اس 2 اللي هي 4 اكس، المشتقة ديال ناقص 3 اكس ناقص 3، المشتقة ديال ناقص 5 هي 0 على 2 جذر 2 اكس اس 2 ناقص 3 اكس ناقص 5. هذه هي المشتقة ديال الدالة الثالثة. ايضا عندي هنايا المشتقة الرابعة، ما غاديش نطبق عليها القاعدة ديال اف على جي، لا غنطبق عليها القاعدة ديال 1 على اف بريم اللي هي ناقص اف بريم على اف اس 2. دونك ناقص اف بريم على اف اس 2 عندي اف راه هي هادشي اللي عندي في المقام. دونك شنو ندير؟ ناقص 1 زائد كوسينوس اكس بريم على 1 زائد كوسينوس اكس الكل اس 2 ناقص المشتقة ديال 1 صفر، والمشتقة ديال كوسينوس هي ناقص سينوس، مع هاد ناقص تولي زائدين غنحيدو، تبقى لي اش؟ سينوس اكس على 1 زائد كوسينوس اس 2 عفوا كوسينوس اس 2. مزيان. هذا ايضا غادي نمشيو لهاد المشتقة الأخيرة. المشتقة الأخيرة عندي فيها مثال طبيعة الحال اللي شفناه بحال مرة شفتو معايا في الدرس اللي هو اف دو اكس زائد بي بريم اللي هي ا عامل اف بريم دو ا اكس زائد بي. احنا نطبقو ونشوف. دونك اف بريم دو اكس تساوي 4 معامل غنخلو 2 غنخرجوها برا ها هي في المشتقة ديال كوس، يعني كوس بريم ديال 2 اكس ناقص 6 غنخلوهم معامل فاش في 3 فاش في السين بريم ديال 3 اكس. دونك غنعطيني 8 8 المشتقة ديال كوس هي ناقص سين، غندير ناقص سينوس 2 اكس ناقص 6 في 3 هي 18، المشتقة ديال السينوس هي الكوسينوس 3 اكس. وهذا هما المشتقات الخمس الأولى اللي عندكم في الفرق. دونك لاحظتوا ندوزو
التمرين الثاني اللي عندكم في الفرض. إذا دابا غادي نشوفوا التمرين الثاني، وهو تمرين ديال قابلية الاشتقاق. عطانا واحد الدالة مجزأة معرفة على شغل المجال اعقد بحال هنا اكس اصغر او يساوي 3. دونك بالنسبة لي عندي الجزء الاول مكتوب بهذا الشكل، والجزء الثاني اللي هو فاش كيكون اكس اصغر من 3 مكتوب على الشكل، ولكن عندي هذا الجزء الثاني هو اللي فيه تساوي 3، يعني هو اللي نقدر نحسب عليه صورة 3. السؤال الاول قال لي ادرس قابلية الاشتقاق الدالة اف على يمين وعلى يسار 3. نبداو على اليمين، نديرو سي دي، او قبل ما نحسبو كاع اللي باليمين ولا اليسار، اول شيء نحسبو هو اف دو 3 نوجدو. اف دو 3 غنحسبو بطبيعة الحال هنا، اللي هي 3 اس 2 ناقص 3 ناقص 6. 3 اس 2 بطبيعة الحال اللي هي 9 ناقص 9 دونك كتساوي صفر. حنا وجدناها من دابا. نبداو باليمين، قابلية الاشتقاق ديال 3 بلس على اليمين ناقص اف دو 3 على اكس ناقص 3. دونك اف دو اكس على بطبيعة الحال على اليمين، يعني كنتكلمو على اليمين، يعني اكس اكبر من 3 هنا، يعني اش ليميت 3 بلس ديال جذر اكس ناقص 3 ناقص اش ناقص اف دو 3 اللي هي صفر على اكس ناقص 3. دونك ليميت 3 بلس دونك غتمشي لهاد الصفر، تبقى لي جذر اكس ناقص 3 على اكس ناقص 3. دونك هنا بالنسبة لي عندك بطبيعة الحال شكل غير محدد، صفر على صفر. دونك غادي ندير هاد المقام، غندير له جذر اكس اس 2. دونك غندير غندير له جذر اس 2، 3 بلس جذر اكس ناقص 3. هاد المقام غندير له الجذر مع اس 2، ونختزل جذر اكس ناقص 3 مع جذر اكس ناقص 3، باش تبقى لي ليميت 3 بلس ديال 1 في البسط على جذر اكس ناقص 3. دونك نعوض 3 في المقام، شطين يعطيني 1 على 0 بلس 0، لان جذر 1 على 0 بلس اللي هي بلس لانفيني. دونك غادي نقولوا اذا اف غير قابله للاشتقاق على اليمين عند اكس صفر كتساوي 3. وفي نفس السؤال في باء قال لك اعطي تاويلا هندسيا النتيجه المحصله عليها. دونك غادي نقول هنا سي دو اف يقبل نصف مماس عمودي موجه نحو، عندي هنا بلس بلس لانفيني نحو الاعلى. دونك هذا فيما يخص طبيعه الحال الجزء الاول، وهو دراسه قابليه الاشتقاق على اليمين في 3. مثلا دابا غندرسو قابليه الاشتقاق على اليسار في 3، يعني غنمشي نحسب ليميت 3 موان اف دو اكس ناقص اف دو 3 على اكس ناقص 3. دونك ليميت 3 موان اف دو اكس بطبيعه الحال على اليسار اللي هي اللي عندي لتحت، اللي هي اكس اس 2 ناقص اكس ناقص 6 ناقص اف دو 3 اللي هو صفر، مانيش نكتبو على اكس ناقص 3. ايضا لعوض غنلقى صفر على صفر، دونك عندي شكل غير محدد، غنحاول نعمل. دونك غادي ندير ليميت في 3 موان، غنعمل بالصفر اللي هو اكس ناقص 3. دونك فاش نضرب اكس باش تعطيني اكس اس 2 اكس، فاش نضرب ناقص 3 باش تعطيني ناقص 6 في 2 على اكس ناقص 3. دونك فاش تبقى لي لعوض 3 زائد 2 اللي هي 5. دونك خرج لي عدد، اذا الداله اف قابله للاشتقاق. دونك غادي نقول له اذا اف قابله للاشتقاق عند او على اليمين عفوا على اليسار عند اكس صفر كتساوي 3. وبالتالي تأويل هندسي، سي دو اف يقبل نصف مماس معادلته تي ايكغاي كتساوي اف بريم دو 3. اف بريم دو 3 هاو هو 5 عامل لي اكس ناقص 3 زائد، او اف بريم هذا اف بريم غوش زائد اف دو 3 اللي هو صفر. دونك ايكغاي كتساوي 5 اكس ناقص 3، هذه هي معادلة النصف مماس اللي عندي على اليمين بطبيعة الحال، او على اليسار عفوا في 3. دونك السؤال الثاني قال لي بين بان اف قابلة للاشتقاق عند العدد 4، وان العدد المشتق ل 4 هو 1 على 2. يلا نشوف نحاول نبينو. دونك نبينو بان اف قابلة للاشتقاق عند 4. دونك نحسب ليميت في 4 ديال اف دو اكس ناقص اف دو 4 على اكس ناقص 4. دونك ليميت 4 اف دو اكس بطبيعه الحال انا كنتكلم على 4، يعني اكس كبر من 3، اكس كبر من 3 اللي هو هذا اللي في البسطه. دونك شنو ندير؟ او عفوا داك اللي في القيمه اللي فوق اللي هي جذر اكس ناقص 3 ناقص 4، ايضا 4 غنعوضهم اللي هي اكس 4 ناقص 3 اللي هي 1 جذر 1 اللي هي بطبيعه الحال 1 جذر 1 ثاني 1 على اكس ناقص 4. الى عوضت غادي نلقى شكل غير محدد، دونك ما عنديش ما ندير غير نضرب في المرافق.
دونك ندير ليميت في 4 ديال جذر اكس ناقص 3 ناقص 1 عامل لجذر اكس ناقص 3 زائد 1 على اكس ناقص 4 عامل لجذر اكس ناقص 3 زائد 1 دونك ليميت في 4. دونك هنا عندي مستبقة هذا دونك ندير جذر اكس ناقص 3 اس 2 ناقص 1 اس 2 اكس ناقص 4 عامل لجذر اكس ناقص 3 زائد 1 دونك حتى انا بليميت 4 هنا تمشي لي اس 2 مع جذر تبقى لي اكس ناقص 3 ناقص 1 اللي هي اكس ناقص 4 على اكس ناقص 4 جذر اكس ناقص 3 زائد 1 غتمشي لي هذه مع هذه تبقى لي ليميت 4 ديال 1 على جذر اكس ناقص 3 زائد 1 دونك الى عوضت هنا جذر 4 ناقص 3 اللي هي 1 جذر 1 1 زائد 1 اللي هي 2 دونك تساوي 1 2 اللي هو اف بريم تو 4 دونك غادي نقولوا اذا اف قابل للاشتقاق عند 4 والعدد المشتق اللي بغاو هما هو خرج لي 1 على 2 غادي يقول لي استنتج قيمه مقربه للعدد اف دو 3.99 بما ان 3.99 قيمه مقربه للعدد 4 او عفوا نسيت ما عطيتش التاويل الهندسي نكتب التاويل الهندسي باش يبان لكم الجواب التاويل الهندسي اللي نتج المحصله عليه في نفس السؤال ديال قابليه الاشتقاق عند 4 حتى نخرج لي قابليه الاشتقاق عند 4 يعني سي دو اف يقبل مماس دونك غادي نقول بما ان اف بريم دو 4 كتساوي 1 على 2 اذا اف قابل للاشتقاق وبالتالي سي دو اف يقبل مماس عند اكس صفر كتساوي 4 معادلته تي ايكغي كتساوي اف بريم دو 4 اللي هي 1 على 2 عامل اكس ناقص 4 زائد اف دو 4 اللي هي كتساوي 1 دونك تي معادلته ايكغي كتساوي 1 على 2 اكس 1 على 2 في 4 اللي هي 4 على 2 اللي هي ناقص 2 زائد 1 دونك معادلة المماس هي ايكغي كتساوي 1 على 2 اكس ناقص 1 يعني لو بغيت السؤال الاخير لو بغيت قيمه مقربه للعدد اف دو 3.99 غنعوضو هنايا اف دو 3.99 دونك كتساوي 1 على 2 في 3.99 ناقص 1 دونك اف دو 3.99 كتساوي 3.99 مقسوم على 2 3.99 مقسوم على 2 ناقص 1 دونك 3.99 3.99 مقسوم على 2 دونك 3 مقسوم على 2 اللي هي 1.5 90 على 2 45 دونك 95 على 4 اللي هي 99 او 1.195 على ما اظن 1.198 ناقص واحد تتاكدوا من هذا الجواب انا حسبته غير من طالب من طبيعه الحال اللي كتساوي 0.98 تتاكدوا من هذا الجواب دونك نتمنى بان يكون التمرين واضح دونك واحد اللحظات ونتلاقاو في التمرين الثالث دونك دابا غادي نشوفوا التمرين الثالث قلت لحالنا قلت لكم ما تخرجوش ولكن ماشي مشكل نشرحوا لكم في هذه المره باش تبقاو تخرجوا هذا النوع من التمارين عطوني واحد الداله اف وقال لي بان المشتقة ديالها هي هذه دونك هاد اف غنخدموها بالعلاقه اف اس ان بريم درنا نقول اللي هي ان بطبيعه الحال اف بريم اف اس ان ناقص 1 مزيان دونك غنجي نخدم الدالة ديالي دونك اف بريم دو اكس تساوي غنهبط هاد التسعة اللي هي ان دونك تسعة عامل لإكس أس تي اتنان زائد واحد بريم عامل لإكس أس تي اتنان زائد واحد كوس ان ناقص واحد يعني كوس تسعة ناقص واحد اللي هي ثمانية دونك اف بريم دو اكس كتساوي تسعة إكس أس تي اتنان المشتقة ديالها هي اتنان إكس والمشتقة ديال واحد هي صفر إكس أس تي اتنان زائد واحد أس ثمانية دونك اف بريم دو اكس كتساوي 18 اكس عامل لي اكس اس 2 زائد 1 اس 8 وهذه هي المشتقه بطبيعه الحال اللي واحد دونك هما قال لك بين انه لكل اكس من ار المشتقه كتساوي ديك كل اكس من ار يعني فين قابله للاشتقاق هاد الداله هذه الحدوديه يعني قابله للاشتقاق على ار مزيان غيقول لي من بعد حسب واحد ليميت وهنا هذه الطريقه الجديده لكم اللي كنسموها النهايه بالعدد المشتق انت معقل ولا مزيان كنسموها النهايه باستعمال العدد المشتق اللي يحسب لي الليميت ديال اكس حينما يكون
دي صفر ندير اكس زائد واحد أس تسعة ناقص واحد على اكس. إلا جيت نشوف الليميت في صفر، إلا جيت نشوف هاد واحد راه هي اف دو صفر، راه يعني نشوف اف دو صفر، صفر زائد واحد اللي هي واحد، واحد أس تسعة اللي هي واحد، فعلا هذه هي اف دو صفر. هذه راه هي الليميت في صفر ديال اكس عفوا اكس زائد واحد أس تسعة ناقص هاد اف دو واحد، راه كيف قلنا هي اف دو صفر. تأكدوا وشوفوا يعني، وهذه اللي عندي هنا هي اف دو اكس، هاي نعوضها ب اف دو اكس على اكس. بطبيعة الحال ما كاين والو هون، اللي هي ناقص اكس صفر اللي هي صفر. هاد اكس زائد واحد الكل أس تسعة هي اف دو اكس، وهاد واحد هي اف دو صفر، عوضوا اف دو صفر وشوفوا، وفي المقام عندي اكس ناقص صفر. هادي وغادي نقول له بطبيعة الحال شنو كتساوي، كتساوي اف بريم العدد المشتق دو صفر، اف بريم دو صفر. بطبيعة الحال علاش؟ لأن اف قابلة للاشتقاق على اخ، يعني قابلة للاشتقاق في صفر، يعني غيخرج لنا واحد العدد المشتق. منين غنجيب لنا هذا العدد المشتق؟ غنمشي نجيبو من هاد المشتق هذا اف بريم دو صفر. يعني دابا اف بريم دو صفر نحسبو واش كيساوي، 18 صفر عامل لي صفر أس 2 زائد واحد أس 8. دونك اف بريم دو صفر اش كتساوي؟ 18 صفر في أي حاجة راه تساوي لك صفر، يعني النهاية في الآخر النهاية كتساوي صفر. دونك عقلوا ليها مزيان، هذيك كنستعملوها كنخدموها اللي هي النهاية باستعمال العدد المشتق. ديما كنحاول نخرج العلاقة ديال قابلية الاشتقاق باش نخرج بها عدد المشتق، وفين كنقد نحسب داك العدد المشتق كنحسبو في المشتق. دونك نتمنى بأنه يكون السؤال واضح. دابا ندوزو للتمرين الأهم وهو التمرين الأخير. دونك رجعنا لكم دابا مع التمرين الأخير اللي عطينا فيه واحد الدالة جذرية، والسؤال الأول قال لي حدد مجموعة التعريف. دابا أنا عندي هنا إكس كاين في المقام، مجموعة التعريف خاص المقام خاصو يخالف صفر. دونك مباشرة بالنسبة لمجموعة التعريف نجاوب عليها بسيطة، ندو إف تساوي مما يكون إكس ينتمي إلى أ بحيث إكس ناقص ثلاثة خاصة تخالف الصفر. دونك ندو إف تساوي إكس كتنتمي أو مما يكون إكس كينتمي إلى أ بحيث خاصني أنا كنت ثلاثة نديرها، دونك إكس تخالف ثلاثة، يعني خاصني نحيد أ كلها خاصني نحيد منها ثلاثة. دونك بالتالي مجموعة التعريف هي أ محرومة من العدد ثلاثة، أو نكتب على شكل مجال أحسن اللي هي مولم فيني ثلاثة باتحاد ثلاثة زائد معنى النهاية. وهادو هما المحدات اللي غيسولوكم عليهم في السؤال الثاني في النهاية، هاد مول لانفيني و ثلاثة موان ثلاثة بلوس و بلوس لانفيني اللي هما أصلا السؤال الثاني. يلا نحسبوهم نزربو عليهم بالزربة. دونك ليميت نبداو بالليميت الأول اللي هو ليميت في مول لانفيني ديال إف دو إكس كيساوي ليميت في مول لانفيني، ونحط الدالة اللي عندي إكس أس 2 ناقص خمسة إكس زائد سبعة على إكس ناقص ثلاثة. دونك ليميت في مول لانفيني، دونك ناخذ الحد على درجة اللي هي إكس أس 2 على إكس، قال ليميت في مول لانفيني ديال إكس اللي هي مول لانفيني. بنفس الشكل فاش تحسب ليميت بلس لانفيني غدير نفس المراحل وتخرج لك هون إكس وغتعوضها بالبلس لانفيني، يعني بلا ما نضيعوا فيها الوقت. كتساوي بلس لانفيني، ليميت بلس لانفيني هي بلس لانفيني. مزيان نشوف دابا ليميت 3 بلس وفي 3 مو ديال إف إكس بدا 3 بلس، أنا ليميت في 3 بلس ديال إكس أس 2 ناقص 5 إكس زائد 7 على إكس ناقص 3. إلا عوضت في البسط حطين 3 أس 2 9 زائد 7 اللي هي 16 وناقص 5 في 3 اللي هي 15، دونك 16 ناقص 15 اللي كتساوي 1 وكتساوي لي 1، ولا عوض في المقام كتعطيني 0، خاصني غير نعرف داك 0 واش بلس ولا مو. مزيان نمشي ندير جدول الإشارة مباشرة ديال إكس، إكس ناقص 3 هنا كتنعدم لي 3، هنا عكس الإشارة تقال لي ناقص زائد، ماشي دايما كتكون ناقص، ديروا بالكم مع إكس. مزيان دونك أنا خدام في 3 بلس، دونك مباشرة ليميت في 3 بلس ديال إف دو إكس كيساوي 1 على 3 بلس اللي هي 0 بلس، دونك كتعطيني بلس لانفيني. وبالتالي حتى ليميت 3 مو مباشرة غنستخرجو اللي غيعطيني 3 مو 1 على 0 مو اللي كتساوي مو لانفيني. دونك هذا ليميت في 3 بلس بلس لانفيني، وليميت في 3 مو لانفيني. مزيان السؤال الثاني قال لي بين بأن إف قابلة للاشتقاق على المجالين مو لانفيني 3 و 3 بلس لانفيني. أصلا بالسؤال البسيط هنا قال لي اول شيء غادي نقول له هاد الداله اف داله اش، لدينا اف داله جذريه قابله للاشتقاق على مجموعه التعريف ديالها، مجموعه التعريف ديالها اللي هي طبيعه الحال ديال اف كتساوي مول لانفيني 3 اتحاد 3 بلس لانفيني.
يعني هي راه اصلا قابله للاشتقاق على ذوك المجالين اللي بغاكم تبينوا، او بغاكم تبينوا بانها قابله للاشتقاق فيهم، اللي هما اصلا المجالين المحددين لمجموعات التعريف. نمشي للسؤال الثاني وهو المشتقات. دونك غادي نجي السؤال ده، دونك نمشي نحسبوا المشتقات. هنا في ذاك المكمل اللي كيكتب لك هنا، مهما يكون اكس كينتمي لمجموعه التعريف، مهما يكون اكس ماشي ديما كتكون مجموعه تعريف، مهما يكون اكس كينتمي للمجال اللي الداله قابله فيه الاشتقاق، اللي هو اصلا مجموعة التعريف في هاد الدالة، ولكن دالة اخرى ممكن يتغير. نحسبو اف بريم دو اكس ونبينو بانها كتساوي التعبير اللي عطاكم. دونك اكس اس 2 ناقص 5 اكس زائد 7 على اكس ناقص 3 بريم. يلا هادي خارج دالتين، غندير اكس اس 2 ناقص 5 اكس زائد 7 بريم عامل لاكس ناقص 3 ناقص اكس ناقص 3 بريم عامل لاكس اس 2 ناقص 5 اكس زائد 7 على اكس ناقص 3 الكل اس 2. دونك مشتقة ديال إكس أس 2 2 إكس، مشتقة ديال ناقص 5 إكس اللي هي ناقص 5 عامل إكس ناقص 3 ناقص المشتقة ديال إكس اللي هي 1 والمشتقة ديال 3 0. دونك إكس أس 2 ناقص 5 إكس زائد 7 على إكس ناقص 3 الكل أس 2. دونك دابا غادي نشر 2 إكس في إكس أس 2 في إكس هي 2 إكس أس 2 2 إكس ناقص 3 ناقص 6 إكس ناقص 5 إكس زائد 8 عفوا زائد 5 3 15 ودي ودي الحساب مش الحساب. دونك ننشر هذه ناقص إكس أس 2 زائد 5 إكس ناقص 7 على إكس ناقص 3 الكل أس 2. دونك 2 إكس أس 2 ناقص إكس أس 2 هي إكس أس 2 ناقص 6 إكس، أو هذه ناقص 5 إكس زائد 5 إكس على غير ناقص 6 إكس 17 ناقص 5 15 مشى الحساب 15 ناقص 7 اللي هي 8 على إكس ناقص 3. دونك هما كاين بغاوهم عملها بواحد الطريقة اللي هي إكس ناقص 2 عامل لإكس ناقص 4. نتوما ديك الساعة ديرو دلتا وضحوها ولا ديرو القسمة المقلدية، حنا نكتبوها ديريكت اللي هي إكس ناقص 2 عامل لإكس ناقص 4 على إكس ناقص 3 الكل أس 2، وهذه المشتقة المطلوبة. باش نمشيو للسؤال جيم، هو نبين بأن إف تزايدي على شي مجال وتناقصي على مجال آخر. دونك باش نبين بأن تزايدي ولا تناقصي على شي مجال لابد نستخدمو المشتقة ديالنا. يلا نكتبو المشتقة اللي لقيناها، مهما يكون x كينتمي لاتومي دو ديفينيسيون، f بريم ديال x كتساوي x ناقص 2 عامل x ناقص 4 على x ناقص 3 الكل أس 2. أول شيء بالنسبة لي عندي هاد x ناقص 3 موجب، ياك يعني إشارة المشتقة هي إشارة البسطة. أول شيء نكتب له لدينا مهما يكون x كينتمي إلى R عندنا x ناقص 3 الكل أس 2 أكبر أو تساوي صفر. إذا إشارة f بريم هي إشارة x ناقص 2 عامل x ناقص 4. وهذه نديرو لها طابلو دو سين ديالها مثلا، نديرو هنا نعرف فاش كتنعدم هذه في 2 وهذه كتنعدم في 4. x x ناقص 2 عامل x ناقص 4 2 4 مزيان. انا عندي كتنعدم فيهم هنا مادام حلين، غتكون عندي عكس إشارة أ ناقص لأن إكس 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 أس 2 موجبة، وهنا زائد زائد. دونك بالنسبة لي المشتقة ديالي هاد الإشارة ديالها غتكون سالبة على المجال المؤلم فين 2، سالبة على المجال المؤلم فين 2 اللي باغينها، اللي عفوا موجبة على المجال المؤلم فين 2، وبالتالي إف بريم موجبة وبالتالي إف تزايدية، وأيضا على المجال 4 بلس لانفيني الدالة غير كي غتكون إف بريم غتكون موجبة وبالتالي إف غتكون تزايدية. وفي المجال 2 3 3 4 غتكون عندي الداله المشتقه موجبه، وبالتالي الداله ديالي غتكون تناقصيه، عفوا المشتقه تكون سالبه والداله غتكون تناقصيه. دونك غادي نقول له وبالتالي اف بريم اكبر من صفر على المجالين مولم في 2 و 4 بلس لانفيني، اذا f تزايدية على المجالين مولم فيني 2 و 4 بلس لانفيني. مزيان، و f بريم
دو اكس غتكون سالبه على المجالين، سالبه على المجالين، حيث ثلاثه راه نحيدها، حيث ثلاثه ما معرفاش في الدال على المجالين، اثنان ثلاثه وثلاثه زائد ثلاثه اربعه، ثلاثه مفتوح ثلاثه اربعه. اذا اف تزايديه، عفوا تناقصيه، على المجالين اثنان ثلاثة و ثلاثة أربعة. من بعد غيقول لي ضع جدول التغيرات، جدول التغيرات بطبيعة الحال بسيط جدا، كندير هنا اف برين دو اكس اكس اف دو اكس، دونك موان لانفيني. بعد عندي اثنان ثلاثة أربعة بليس لانفيني، هنا كتنعاد في المشتقة، وثلاثة المشتقة غير معرفة وحتى الدالة غير معرفة. دونك هنا مشتقة سالبة بلا موجب، دونك الدالة تزايدية، هنا تناقصية، هنا تناقصية تزايدية. هنا كندير ليميت، ليميت في موال لانفيني راه حسبناه كيساوي موال لانفيني، ليميت في ثلاثة موال حسبناه أيضا موال لانفيني، ليميت في ثلاثة بليس حسبناه بليس لانفيني، وليميت في بليس لانفيني حسبناه لقيناه بليس لانفيني. هنا كنحسب الصور ديال اثنان والصور ديال أربعة، دونك صورة اثنان نحسبها في الدالة، دونك كتكون عندي أربعة ناقص عشرة اللي هي ناقص ستة ناقص ستة زائد سبعة اللي هي واحد، دونك كتكون عندي واحد على ناقص واحد اللي هي ناقص واحد. ومن بعد نحسب صورة أربعة، دونك ستاش ناقص عشرين اللي هي ناقص أربعة، ناقص أربعة زائد سبعة اللي هي مزيان. دونك بالنسبة لصورة ناقص صورة اثنان هي ناقص واحد تتأكدوا، وصورة أربعة هي ثلاثة. أخيرا قال لي معادلة المماس عند النقطة إكس صفر كتساوي واحد، حنا كنعرفو قاعدة ديال معادلة المماس هي إيكغي كتساوي إف بريم دو إكس صفر اللي هو واحد، عامل لي إكس ناقص واحد زائد إف دو واحد. مزيان، دونك فين غنجيب أنا هاد إف بريم دو واحد؟ في المشتقة. وفين غنجيب إف دو واحد؟ في الدالة. يلا إيكغي كتساوي اف بريم دو واحد، نعوض هنا واحد، واحد ناقص جوج اللي هي ناقص واحد، واحد ناقص ثلاثة اللي هي ناقص ثلاثة، ناقص واحد ناقص أربعة اللي ناقص ثلاثة، ناقص ثلاثة في ناقص واحد اللي هي ثلاثة، وفي المقام واحد ناقص ثلاثة اللي هي ناقص جوج، ناقص جوج أس اثنان اللي هي أربعة، راه هي ديك اف بريم دو واحد اللي هي ثلاثة على أربعة عامل لي إكس ناقص واحد، زائد اف دو واحد نحسبها هي واحد ناقص خمسة اللي هي ناقص أربعة زائد سبعة اللي هي ثلاثة. وواحد ايضا نعوضو في المقام، دونك واحد ناقص ثلاثة اللي هي ناقص اثنان، اللي هي ناقص ثلاثة على اثنان، ناقص ثلاثة على اثنان. دونك معادلة المماس إيكغي كتساوي ثلاثة على أربعة إكس ناقص ثلاثة على أربعة، باش نوحد المقام هو غندير ستة على أربعة. دونك معادلة المماس عند نقطة دالة الأفصول إكس كيساوي واحد هي إيكغي كتساوي ثلاثة على أربعة إكس ناقص تسعة على أربعة. دونك نتمنى بأنه يكون هذا النموذج الفرض واضح لكم، بالنسبه لي بعد ما خرجتوه يتجدد اللقاء ديالنا ان شاء الله في فيديو الجايين. سوف تمارين اوف دروس، الله يهنيكم.